تعالى بقى اقول لك على تحديث حاجه كده رايقه جدا لسه واصله في الواتساب الاوريجينال. خد بالك الواتساب المهكر والكلام ده ما بعترفش بيه، انا بعترف بالاوريجينال. فلذلك اي ابديت هيجي للواتساب بيجي الواتساب الاوريجينال اللي هي الاصليه بتاعت الشركه، انما المهكر ما بيوصلش التحديث ده ليه. كلنا عارفين في الفيسبوك لما تيجي تعمل يعني ريبلاي او تعمل مثلا اعجاب على منشور معين ولا حاجه بتضغط ضغطه مطوله فبيظهر لك مجموعه كده من الايموجي جنب بعض، بتختار منهم الشكل اللي انت عايزه. طبعا ده كان موجود في الفيسبوك فقط ومؤخرا اضافوه للمسنجر. طيب وبما ان شركه ميتا هي القابضه للفيسبوك والمسنجر والواتساب وكمان انستجرام، فبالتالي الكلام ده والتحديث ده بقى موجود في الواتساب بالفعل. طب تجيبه ازاي؟ كل اللي هتعمله انك تتاكد انك محدث النسخه بتاعتك لاحدث نسخه، وتعالى شوف الفيديو ده هتجيب منه ازاي. بتختار المسج اللي انت عايز تعمل لها ريبلاي او ايموجي معين وبتضغط ضغطه مطوله عليها كانك تعمل لها نسخ او غيره، ومنها بتلاقي المجموعه دي ظهرت قدامك وبتختار الايموجي اللي انت عايزه. طبعا دي وفرتها عليا انا شخصيا حاجات كتير، كنت محتاج ان انا اعمل ريبلاي على الرساله عشان اعمل عليها اللي انا عايزه. لا الموضوع بقى سهل جدا، بتضغط ضغطه مطوله وبتختار الايموجي اللي انت عايزه، ومنها بتقدر تعبر عن شعورك الحالي تجاه المسج دي. فده كان يعني تحديث بسيط قوي حبيت اوفيك بيه. لازم تتاكد انك محدث الواتساب لاحدث نسخه، وما تنساش تقول لي رايك في تعليق في التحديث ده هيفيدك انت ولا لا، وبرده قول لي هل انت اكتشفت دي بالفعل ولا لسه عارفها من الفيديو ده. وما تنساش تعمل لايك وتعمل لي فولو عشان تتابع معايا كل جديد، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.